سلامات، معكم دكتور علاء. اليوم موضوعنا هو الاونلاين بورتال تبعنا، كيف بتسجل عنا على مقابلة مجانية خاصة فيك لحالك، مقابلة زوم مع احد موظفينا لك لحتى تحصل على كل المعلومات ونتناقش فيها بكل التفاصيل اللي بتخص دراستك بصربيا، بلغاريا، سلوفاكيا وقريبا جورجيا. الموضوع انت اكيد بتكون حضران الفيديوهات وعرفت عن الشركة، حكينا تواصلنا على الواتساب، انا ببعث لكم دائما اللينك او انتم بتشوفوا اللينك تحت الفيديوهات، بتكبسوا عليه، بتعبوا معلوماتكم الخاصة اللي لازم تكون صحيحة. اذا ما كانت المعلومات مثل الايميل صح فالموضوع ما بيخلص، ما فيكم تتموا الحجز. الحجز هو 30 دقيقة مجانية مكالمة مع احد موظفينا للحصول على كل المعلومات اللي انتم بحاجتها واللي ما حصلتوا عليها من الفيديو. في حال الرغبة بالدراسة في شرق أوروبا، طب أسنان، صيدلي، بيطري أو أي هندسات أو أي فروع تاني، تضغط على اللينك، بتعبي معلوماتك، بتحجز الساعة المعينة أو النهار المعين عند الموظفين تبعنا. وبهالمحادثة مبدئيا أنت بتكون مثل ما قلت لك، بتكون فيها لازم تكون حاضرين الفيديوهات، لأنه نحن ما بنعطي محادثتين مقابلتين مجانية، مقابلة واحدة مجانية موظفينا عندهم ضغط كثير 30 دقيقة، المقابلة الثانية بتكون إذا في حال اضطرار لازم تكون مدفوعة. المقابلة الأولى أنت مانك مضطر، مانك ملزم بأي شيء، هي مقابلة فقط لتبادل المعلومات والحصول على معلومات أكثر لمساعدتك باتخاذ القرار الصح. أنت بهالمقابلة ما مانك مضطر أبداً تاخذ أي قرار، يفضل يكونوا أهلك إذا أهلك عم يقرروا معك يكونوا موجودين بهي المقابلة لحتى تسألوا كل أسئلتكم اللي لسه موجودين. مبدئياً بنحدد نحن وياك البلد والجامعة اللي بتناسبك، اللي بتناسبك ماليا، اللي بتناسبك علميا، اللي بتناسب الفرع تبعك، اللي بتناسب المدد مهل المتوافرة للتسجيل بالجامعات، اللي بتناسب اسلوب المعيشي، جمال المدينة، كل المواضيع هاي ممكن نتناقش فيها. انت بتكون شايفة بالفيديوهات شوي، بتكون مطلع شوي على الموضوع، وبنتناقش معك ومع اهلك اي جامعة اي مدينة بتناسبك. طبعا في طلاب بيكونوا دارسين سنة سنتين ثلاثة باوكرانيا او بالشرق الاوسط او بالسودان او بغير جامعات وحابين ينقلوا بنص الدراسة، كمان بنتناقش بموضوع شو معك شهادات، شو قدرت تطلع من الجامعة. مثلا طلاب اوكرانيا ما فينا نطلعوا الترانسكريبت اوف ريكوردز فورا، فعنا اساليب، عنا طرق عن طريق علاقاتنا مع مسؤولين الجامعات لبعض الجامعات لادخال الطلاب هدول بالدراسة فورا بالسنة اللي هني مضطرين اللي حابين يفوتوا فيها، بالسنة إذا دارسين 3 سنين السنة الرابعة فورا، بس بدون ما يكون معهم الشهادة المطلقة من الجامعة. عنا الإمكانية، بس طبعا مو كل الجامعات، مشان هيك اختيار الجامعة حسب وضع كل طالب هو شيء ضروري جدا. مبدئيا أول شيء اختيار البلد والجامعة اللي بتناسبك لحتى تقدر تدرس فيها، اللي بتناسب الشروط اللي أنت قادم فيها لعنا. الموضوع الثاني هو موضوع التمويل، قديش بتكلف الجامعة، قديش بتكلف القسوط، قديش بتكلف المعيشة بالمدينة انت بتختارها، في مدن غالية في مدن رخيصة، هل انت بحاجة لسكن، هل انت مو بحاجة لسكن، هل انت حابب تأمن سكن لحالك، هل انت بحاجة لحدا، خايف من البلد الغريب، خايف من العملاء المكاتب السكنية انه ينصبوا عليك او انه يضغطوا عليك بعدين، هل انت حابب نحن نستأجر لك شقة من اول دراسة لاخرها، كل هالامور نحن بتناقش فيها معنا وبنقدم لك عروض فيها. طبعا مثل ما نرجع للشكل العام، انت بالنهايه بتحصل من عنا على تكاليف كل جامعه وتكاليف المعيشه بكل مدينه، قديش متوافر معك ماليا، قديش حابب تصرف بالسنه، بنختار الجامعه كمان على اساس التمويل. الخطوه الثالثه اللي هي شو بنقدم لك نحن تفاصيل اضافيه، ان كان دورات لغه، في عالم بتحجز عندنا دورات لغه المانيه لانه حابه تشتغل بعدين بالمانيا، حابه تيجي لهون تاسس هون، فنحن نوفر عليكم كطلاب في شرق اوروبا اللي ما هم جايين من المانيا، اللي جاي من المانيا طبعا بيحكي الماني وما في داعي نحن نعلمه الماني هنيك، بالعكس هو بيساعدنا هنيك بتدريب بقيه الطلاب، بس اللي جاي من غير دول وحابب يجي بعدين على المانيا، نحن عندنا مدارس لغه ببعض الجامعات مو كلها، عم نستكمل موضوع انشاء مدارس اللغه بكل الجامعات اللي متعامل معها، بس عندنا بكاغوتشيفاج ولا بنيش عندنا مدارس لغه المانيه باساتذه المان، مو اساتذه من دول ثانيه بيحكوا مكسر او درسوا سنتين بالمانيا وراح رجع على بلده وصار بده يعمل استاذ الماني، لا،
في جزء من طلابنا هني دارسين بألمانيا جامعة 10 فصول يعني باتشلر وماستر تعليم اللغة الألمانية. هذا جزء من هالطلاب اللي معنا عم يدرسوا هلا طب، اللي قرروا بمرحلة من حياتهم يغيروا ويدرسوا طب لأنه لقوا إنه معيشهم بتناسب أكثر أو لقوا الفرصة موجودة متأخر ولا بس استفادوا منها. هذول الأساتذة نحن موجودين عنا هونيك وعم نستفيد من خبراتهم بتعليم الطلاب اللغة الألمانية لحتى فترة الدراسة يتعلموا ألماني بطريقة مركزة يوم سبت 3 ساعات ويجوا لهون يشتغلوا بعدين وتكون لغتهم ما محتاجين إنه سنتين بألمانيا يتعلموا اللغة الألمانية فقط بالإضافة للتكاليف وكل شيء معه. مثل ما قلت لكم نحن نتناقش بكل هالمواضيع، حابين تدرسوا ألماني، حابين تعرفوا وين طبعا نقطة مهمة وين معترف عليها الجامعات اللي أنتم بتختاروها، هل معترف عليها بدبي، هل معترف عليها بأوروبا، بإنجلترا، بغير دول العالم. لازم كمان كل أسئلتكم واستفساراتكم نجاوب عليها بهاي المقابلة. بالنهاية وبعد انتهاء المقابلة أو المعلومات بالمواضيع هاي الثلاثة أو الأربعة، أنتم بتطرحوا كل الأسئلة اللي أنتم حابين تعرفوها أنتم أو أهلكم. طبعا في أسئلة بكل اتجاهات وكل المجالات، موظفينا أغلبهم دارسين بشرق أوروبا، يعني موظفينا أغلبهم عندهم خبرات هاي الدول اللي أنتم بلشتوا فيها، أنتم رح تبلشوا فيها وقادرين يفيدوكم بهذا الموضوع لأنه هني معايشين كل التفاصيل يوم بيوم بشرق أوروبا. بنهاية المقابلة بنبعث لكم نحن عرض بالإيميل عن كل طلب، عن كل أو باكج مثل عرض غير ملزم نهائيا، أنتوا بتقروا وبتشوفوا شو نحن الخدمات اللي ممكن نقدم لكم إياها للرقم اللي أنتوا يعني للأطروحة. نحن بنطرح لكم بنطرح لكم عرض حسب المقابلة كيف مشت وحسب أنتوا شو رغباتكم اللي احنا سجلناها، ونبعث لكم عرض ونبعث لكم تفاصيل عن الجامعة اللي أنتوا اخترتوها لحتى كل هالأمور هاي تستفيدوا منها وتناقشوا الأمر مع أهلكم بالبيت تحالكم. ليش نحنا ما بنعمل مقابلات شخصية أنا ومارسيل إن كان بالعربي بالألماني أو بالإنجليزي؟ لأنه نحنا بالأساس أو بالنهاية يعني نحنا 2 دكاترة أسنان عم نشتغل ومنشتغل بدوام كامل، يعني وقتنا كتير ضيق. تاني شغلي اللي ما نو قادر يعمل مقابلة اللغة الإنجليزية 30 دقيقة باللغة الإنجليزية مع موظف من موظفاتنا هو شخص يجوز يكون غير جدي أو شخص متردد. نحن حابين نرميكم بالمي المسقعة مثل ما بيقولوا بالسوري، حابين انكم نشوف اذا متحمسين اذا جديين. بتجينا كتير الاف الاستفسارات، بلاقي استفسارات وقت لما نتجه باتجاه المقابلة نصه بيروح، وهذا الموضوع هو موضوع فلترة بالنسبة لنا، مريح بالنسبة لنا. طبعا الموضوع الثاني انه في الموظفات دول مخهم معكم تماما 100%، ما عندهم موظفين، ما عندهم مرضى، ما عندهم هموم تانية. نحن كل الطلبات بتطلع من عنا وبترجع لعنا، يعني انتم ما رح نرميكم باتجاه الموظفين ونترككم معهم، لا، الموظفين دول مهمتهم فقط اللي رح تقابلون، مهمتهم هو اعطائكم كل المعلومات اللي بحاجتها، هني بيردوا علينا خبر وبسجلوا كل شيء ونحن بنرجع بنتولى الامور مع بقيه الموظفين، امور الثانيه معهم ومع غيرهم. يعني انتم نحن بسبب الضغط رح نبعثكم عن الموظف اللي بيحكي انجليزي واللي انتم كمان بتبين هل انت جد، هل انت متحمس. طبعا اللي خايف يحكي 30 دقيقه انجليزي طبعا رح يكون خايف يروح على بلد يدرس فيه بالانجليزي، فمشان هيك الخطوه جديه مهمه جدا بالنسبة لك كشخص لحتى أنت تكسر هذا الحاجز إذا كان في حاجز لغة. طبعا دراسة اللغة الإنجليزية بشرق أوروبا عن طريقنا وعن طريق غيرنا هي ما أنا نحن مو مدرسة بإنجلترا ولا بأمريكا، ما أنا كامبريدج لحتى يطلبوا منك إنجليزي 100%. أنت كل الدكاترة والبروفيسورية والجامعات بيعرفوا أنه أنكم رايحين تدرسوا بلغة أجنبية، فمشان هيك السنة الأولى للدراسة هي السنة لغة سنة دراسة بس تركيز فيها على اللغة. طبعا نحن قريبا رح نقدم دورات صيفية قبل بداية الجامعات لطلابنا لحتى يتعلموا 2-3 كورسات إنجليزية مكثفة في الجامعة وبالمدينة اللي هني حابين يروحوا يدرسوا فيها. مشان هيك يفضل الإسراع هاي السنة بالتسجيل لحتى لأنه مراكز اللغة الإنجليزية والألمانية بالجامعات اللي حديدها هي محدودة شوي، فالموضوع كمان هي نقطة كتير مهمة لازم تستفيدوا منا أو تحصلوا على معلومات أكثر عنا بالمقابلة المجانية بتحصلوا عليها. موظفينا مثل ما قلت لكم عندهم خبرتكم كطالب اللي أنتم ممكن بعدين تستفيدوا منا.
اذا حسوا انه عندكم بنقطة معينة خجل او خوف من نقطة معينة او حابين تعرفوا خبرات غير اشخاص موظفينا او نحن رح نعطيكم ارقام تليفونات مثلا في اذا طالبي عربي وخايف انه بلد غريب انا بنت لحالي شو بدي اعمل وين بدي اكون نبعث له ارقام 3-4 تليفونات لبنات سوريات المانيات افغانيات تركيات عربيات مصريات هن عم يدرسوا عن طريقنا بشرق اوروبا بين 300-400 طالب موجودين هنيك اللي جزء منهم عرب وجزء منهم الماني وجزء منهم من كل نواحي العالم نبعث لكم ارقام تليفونات حسب جوكم حسب انتم شو محتاجين تعرفوا وهدول الطلاب عم يدرسوا هنيك ممكن تواصلوا معهم عن طريق التليفون ممكن يخبروكم يفرجوكم صور يفرجوكم فيديو مباشر هنيك كيف العيشه يحكوا لكم تفاصيل معاناتهم او تفاصيل خبرتهم مو معاناتهم بالعيش بهداك البلد وهني شو جاوبكم على اسئلتكم اذا حبيتوا تعرفوا معلومات اكثر كل هاي المواضيع نستشفها او نتبادل الاراء فيها بالمقابله المجانيه تبعنا نحن نقدم لكم اياها بالنهايه المقابله هي مجانيه مره واحده فقط 30 دقيقه يفضل بالاساس الاطلاع على الفيديوهات الموجوده على اليوتيوب على التيك توك على الانستغرام وين كمان نحن تيك توك وغير المنصات وبعد الاطلاع على الفيديوهات لحتى لاستفاده من الوقت بقدر باكثر قدر ممكن وقتها بتطرحوا اسئلتكم علينا اي استفسارات تاني بعد المقابله نحن جاهزين موظفينا جاهزين نحن جاهزين نعمل نتشاور فيها العرض بيوصلكم بالايميل تدرسوه انتم وعائلتكم المهم انه تاخذوا القرار هذا برويه بالمقابله ما لكم محتاجين ابدا تاخذوا اي قرار قرار لازم يتاخذ برويه هو قرار مستقبل هو قرار بعض الشيء مكلف طبعا التمويل في حسب الدوله اللي انتم جايين منها الدول الاسكندنافيه او المانيا اذا كان معكم الاقامه او الجنسيه بهي الدول انتم عندكم عندنا أكثر من أسلوب أو طريقة لا أو فكرة للحصول على التمويل إن كان كامل أو جزء لطلاب صيدلة من كل دول العالم عندنا بالمقابلة تحصلوا على إمكانية بسبب علاقاتنا مع الدولة بصربيا تحصلوا على شغل إذا حبيتوا تدرسوا صيدلة بصربيا تحصلوا على شغل بيعينكم بتغطية تكاليف 80% من معيشتكم ومن دراستكم هنا الموضوع هذا كله كمان بتحصلوا عليه بالمقابلة المجانية في كتير تفاصيل في كتير أمور دقيقة حسب رغبتكم حسب مجالكم حسب الحلم اللي حابين تحققوه ونحن قادرين نساعدكم بكتير تفاصيل بهذا الموضوع أي معلومات إضافية نحن موجودين سجلوا بالرابط ما رح تخسر شيء 30 دقيقة مجانية إذا كنت جدة السنة أو السنة الجاي رح تستفيد وراح من خبرتنا وإذا تعاملنا مع بعض فبيكون خيرا به إذا ما تعاملت موفق بحياتك سلامات.